تدين وزارة خارجية مملكة البحرين حادث الطعن الإرهابي الذي وقع في أحدى ضواحي مدينة باريس بالجمهورية الفرنسية مما أسفر عن مقتل مواطن فرنسي مؤكدة تعاطف مملكة البحرين مع الشعب الفرنسي الصديق وتضامن المملكة مع الجمهورية الفرنسية في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب وكافة أشكال العنف والتطرف وما تتخذه من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وتعرب وزارة الخارجية عن خالص بالتعزي والمواساه لأهالي وذوي الضحية فإنها تشدد علي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت أسبابه ومبرراته